معكم متابعي قناة الدنيا المعلومة في فيديو جديد وموضوع جديد. موضوع هذا الفيديو هو حل للغز أبعد هذا جميع الأسئلة. تجدون برابط بيئة الوصف، تجدون كذلك للتعرف على جميع الأسئلة. فمعنى هاب هي عظمة وكبر. طبعا كلمة هاب تعني عظمة وكبر، والجمع بين أبعد هاب تعني هي جملة تستخدم في الخطاب وهي تعني الانتقال من موضوع إلى آخر.